الحكومة السودانية يمكن في وقت يعني قريب أطلقت الخدمات الإلكترونية المختلفة، وكان شعار الأوحد هو الحكومة الإلكترونية. ده طبعا بيتطلب توعية كبيرة جدا للجمهور بصورة عامة بهذه الخدمات الإلكترونية المختلفة، وتحديدا هنا بنتكلم عن الجمهور المصرفي اللي بتعنيه عدد من المصطلحات وعدد من الخدمات الإلكترونية اللي بتعد هي أصلا حل لمشكلات الاقتصاد. ودي طبعا هي أشواك، هي مواكبة لما يحدث من متغيرات صحيح، في العالم وتطور كبير جدا. نعم صحيح. وانتقال إلى حكومة إلكترونية كما ذكرت، هذا الموضوع يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى تخطيط استراتيجي شامل للمؤسسات صحيح. وللأفراد. نناقش هذا الموضوع من خلال هذه الفقرة عن الصرفة الإلكترونية، الحلول لهذه المشكلات الاقتصادية. نسعد أن يكون ضيفنا داخل الاستوديو دكتور صلاح الدين محمد علي الفرجاب، أستاذ الاقتصاد المشارك في الجامعات السودانية. دكتور مرحبا بك وصباحك سعيد معنا في صباح الشروق. صباح، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع إطلالة القرن 21 هناك تحول جذري في استخدام الإنترنت في العمل المصرفي، وهناك مسار للبنوك كثيرة على مستوى العالم أخذت مواقع عبر شبكة الإنترنت. وبالنسبة للمصارف دي عن طريق شبكة الإنترنت قدمت خدمات مصرفية بسيطة عن الاستعمال، مثل الاستعلام عن الرصيد، وهذا ما يعرف بالصرف الإلكترونية المحدودة. وهنالك خدمات كبيرة مثل إدارة الأموال وتطبيق وتطبيق التجارة الإلكترونية، وهذا ما تعرف بالصرف الإلكترونية الشاملة. مع أنه هناك محاذير عديدة في استخدام الصرف الشاملة، وهذا بسبب الحاصل عن أعمال القرصنة والاحتيال الحاصل على شبكة الإنترنت. دي نقطة. والنقطة الثانية عدم الثقافة المصرفية بين عملانا التقليديين. العملاء التقليديين ديل عندهم ثقافة الكاش، التعامل الكاش ده أهم شيء في الحياة، يتربوا عليهم ما داري يخلوها كله، وده سبب أساسي إنه خلى هنالك سيولة، شح السيولة في البنوك. يعني السبب في النقطة دي أول حاجة، من بدري كده الشيكات كانت بترتد كثير، الناس فقدت الثقة في الشيكات وكانت بتتعامل بالكاش. وبالنسبة لبعض العملاء ديل معظمهم يعني عملاء تقليديين وثقافتهم محدودة، مع أنه التعامل الإلكتروني تعامل حضاري، والتعامل بالشيكات تعامل حضاري أكثر من تعامل الكاش. لكن بالنسبة للحاجة دي دائرة مسألة بتاعت إعلام شديد، إعلام وتوعية لعملاء المصارف السودانية. جميل. نحن يا دكتور حنجي للنقاط دي كلها، نتكلم عن المحاذير، عن المخاطر، عن كثير جدا من المحاور، لكن بطريقة بسيطة عشان كل الناس اللي بتتابعنا الآن عبر صباح الشروق يكونوا معنا في الصورة كلهم. لما نتكلم عن الصرف الإلكترونية، هل هي بس الخدمات المصرفية اللي بتربط ما بين المصرف والجمهور المصرفي فقط إنها تكون عن طريق الإنترنت، ولا المفهوم ده أوسع من كده بكثير؟ بالنسبة للموضوع ده المفهوم ده أسرع من كده بكثير. أول حاجة في دولنا في شبكة محلية، بالنسبة للشبكة المحلية دي يمكن تتم جميع الخدمات الإلكترونية، لكن الدخول للإنترنت دي فيه محاذير كثيرة. يعني مثلا بالنسبة للدخول على الإنترنت، نعم، لأعمال الاحتيال والقرصنة اللي بتحصل هناك جرائم إلكترونية كثيرة، عشان كده الجانب الأمني يشكل أهم شيء في الحتة دي. بالنسبة للصرف الإلكترونية ممكن تتم بصورة محدودة، لكن بالنسبة لصورة شاملة نحن في السودان بصورة خاصة والوطن العربي بصورة عامة عندنا بعض الحاجات لازم ننفذها. أول حاجة بالنسبة لازم نوجد بنى تحتية تقنية بمواصفات عصرية. البنى التحتية التقنية في الوطن العربي والسودان عندنا مشكلة كبيرة، والمشكلة دي قاعدة تتحل بشوية شوية. المشكلة عندنا ناس كثيرين ما متصلين بشبكة الإنترنت، كل ما شبكة الإنترنت عدد المشتركين بقوا كثيرين كل ما الشبكة بقت قوية. يعني دائما تسمعوا في البنوك الشبكة نايمة، الشبكة صحيح، ما حتى في الاستخدامات العادية. أيوة، حتى في أي استخدام.
شان كده والسبب زيادة كلفة الاتصالات، زيادة يعني كل ما يعني انت الحمد لله في بعض دول الوطن العربي هنا في السودان ذات الكلفة بتاعت الانترنت قلت يعني قلت، وكل ما تمشي تقل اكثر نحن بنمشي لقدام اكثر ان شاء الله. ان شاء الله. ويعني طبعا الحاجه دي دايره، اول حاجه تخطيط استثماري لشركات الاتصالات دي، لازم يعني سوداتيل يعني شركه ما قصرت عمل الشبكات المصرفيه الالكترونيه عاديه عن طريق شبكه الالياف الضوئيه. وبعد ذاك لما جات الاقمار الصناعيه المفروض الشبكه برضو تتحدث اكثر من كده، تكون على بنى استثماري بمواصفات عالميه وتوائم الشركات العالميه في التقدم وكده. وبعد ده بالنسبه كل ما شركات الاتصالات بقى فيها التوأمه مع الشركات العالميه، وثاني في التحديات القانونيه انتهت، يعني في كل ما كده بدها تكون الشبكه قويه. دي بالنسبه اهم نقاط في نعم دكتور صح، يعني عشان يكون في حلول لمشكلاتنا الاقتصاديه ونقدر نستخدم هذه الصيرفه بشكل كبير جدا، الى اي مدى نحن في السودان مستعدين فكريا ثقافيا تقنيا او الى حد بسيط كتخطيط يعني يعني نهج هذه الصيرفه؟ والله بالنسبه لهذه الصيرفه هسه اول حاجه بالنسبه لاستخدام الانترنت في العمل المصرفي بصوره شامله فيه محاذير خطيره. عشان كده الصيرفة تمشي خطوة خطوة يعني وتحاول أول حاجة في الوقت الحالي تطور يكون الإعلام مركز على تسغيف العملاء على استخدام هذه الصيرفة، يكون الإعلام مركز يعني تكون في نشرات دورية لتسغيف العملاء على استخدام الصيرفة، يعني يحتاج إلى وعي. لا يحتاج إلى وعي. وبالنسبة للوعي ذاته بالنسبة للمشاكل اللي بتجي للبنوك دائما من عملائها، بالنسبه لعملائها ديل اول حاجه الهاكرز ديل بيحاولوا ياخذوا معلومات عن العملاء عن طريق ما يعرف بالجرائم الالكترونيه او جرائم المعلومات. بالنسبه لجرائم المعلومات دي اول حاجه في جرائم كثيره منها الاستدراج والهندسه الاجتماعيه وسرقه كلمه السر والبرامج الخبيثه، كل برامج الحتات دي عندها انا بقولها بصوره مختصره كده. بالنسبه للبرامج دي اول حاجه بالنسبه للاستدراج ده ممكن الهاكرز يستدرج العميل يا بالتليفون يا عن طريق رسائل بريد الكتروني يا عن طريق يقابله شخصيا. يعني ممكن يا العميل ده يقابل، طبعا السودانيين طيبين وكده، يقابله في اي حته ويستدرج منه معلومات، يقول له يا اخي انا موظف دعم فني للبنك او المهم موظف في البنك ويا اخي المعلومات دي اتمسحت من الكمبيوتر حقي، دارك تديني المعلومات دي على اساس انه انا احاول اسجلها لك، لو ما سجلتها لك ممكن ما تقدر تسحب من حسابك ثاني. يا اخي ده اول حاجه اعرف طبعا يثق فيهم، طبعا السودانيين طيبين وكده يثق فيهم على اساس انه الزول ده صحيح، يكون الزول ده يدي المعلومات مثلا يديه يقول له الحاجه اسمك بالكامل منو، بطاقتك الشخصية شنو، ورقم البطاقة الائتمانية، المهم يحصل ورقم المهم يحصل على معلومات حساسة شديد، مع انه العميل ده لو عارف انه مثلا رقم السر ده معروف في البنك حتى موظف البنك ما يعرفه، ما كانت المعلومات دي، لما يصل من المعلومات دي يحاول يصل لحساب العميل ده، وبعد ذاك يحاول يسحب رصيده يحوله في اي موقع في اي بنك يعني في حسابه، وبعد شويه يحاول يدمر الحساب حقه ده. يعني تدمير الحساب ممكن عن طريق رساله بريد الكتروني تكون فيها حصان تراوده ويمشي يدمر الملف ده، وبعد ذاك موظفين البنك ثاني، طبعا الجرائم الالكترونيه دي خطره شديده، لو لحقت اتدمرت ثاني ما بيقدروا يوصلوا نعم التتبع بيكون بالنسبه لها صعب لانها تستخدم صعب ما زي الجريمه العاديه. نعم تستخدم مكافحات قويه زي الجريمه العاديه قويه مثلا ذكرت انت حصان تراوده. نعم اي زي الجريمه العاديه. وبالنسبه برضه ثاني في حاجات في رسائل البريد الالكتروني برضه العميل لو مثقف مثلا يتعامل عن طريق رسائل البريد الالكتروني ممكن العميل ده تجيه رساله انه نفس المعلومات دي انه انا موظف في البنك صاحب انا بتاع دعم فني او بتاع المهم موظف في البنك داير مساعدتك تديني المعلومات دي يديها عن طريق رسائل البريد الالكتروني. يكون فيها اختراق كده. ايوه في اختراق. وبعد ما برضه في
يعمل موقع مشبوه، الهاكرز يعمل موقع مشبوه يشبه موقع البنك الالكتروني يخرج عن طريق الحته دي. نعم دكتور، يعني ختاما كده عايزين مقترحات لبعض من المشكلات الاقتصاديه عشان نقدر نتلافاها. والله بالنسبه لبعض المشكلات الاقتصاديه، اول حاجه مشكله السيوله دي، مقترحات للحلول يعني المشكلات الاقتصاديه. اول حاجه نحن انا اتكلم عن تسويق السمع العربي. بالنسبه لتسويق السمع العربي ده، نحن لو سوقنا بطريقه خصيصه صحيحه، اول حاجه السودان بينتج قريب ل 80% من الانتاج العالمي، يحتكر تجاره الانتاج العالمي والصمغ العربي. بالنسبه للصمغ العربي ده، اول حاجه نحن لو نقينا وعبينا في عبوات مشى راسا لشركات الادويه في اوروبا وامريكا ونبيعه بالسعر اللي عجبنا، كل ما الدولار زاد نزيد سعره. نعم. يعني ممكن يجيب لنا عائد ما ساهل بالنسبه للصمغ العربي. نعم. ودي نقطه من المشكلات الاقتصاديه، يعني واحد من الحلول. نعم. واحد الحلول الثانيه، نحن السودان ده دوله مفتوحه جميع حدوده. نعم. نحن اول حاجه لازم الهجره له تكون مغننه، نقفل جميع حدود مع تعاون امني مع دول الجوار، وتكون في منافذ لدخول اي زول جاي من دول الجوار او الدوله في العالم عن طريق سفارتنا برا. وبالنسبه لسفارتنا برا، تدي الزول ده بعد ذاك يجي موضوع الاقامات ده، الاقامات دي ما بتكلف الا ورق واختام. بالنسبه للورق والاختام دي، لو مثلا الاقامه عملناها في اي مبلغ 50 مليون 40 مليون يعني في السنه، ممكن تجيب عائد تحل المشكله الاقتصاديه. يعني تشجيع الانتاج الداخلي، الانتاج والانتاجيه، حتى يكون هنالك يعني تصدير ويكون في عمله حره. احنا والله يسعدنا بك جدا دكتور صلاح الدين محمد الفرجابي، استاذ الاقتصاد المشارك في الجامعات السودانيه، وحديث عن الصرافه الالكترونيه وبعض الحلول المشكله. شكرا جزيلا، نورتنا صباح الشروق. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. شكرا جزيلا.